صباح الفل، صباح الجمال على عيونكم كلكم. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير كلكم. انا ميرفي ودي التشانل بتاعتي. اللي بيشوفني اول مرة يا ريت يعملي سبسكرايب ولايك ويوريني الكومنتس بتاعته. الحقيقة المكان ده هنا انا من اكتر الاماكن اللي انا بعشقها. حذروا فذروا، احنا فين؟ طبعا احنا في القاهرة، مصر الحبيبة. طبعا انا دلوقتي في الازهر بارك، حديقة الازهر. النهاردة اليوم بالنسبة لي يوم يعني تثقيفي شوية، عندي زيارات هعملها للقاهرة الاسلامية. هي كلها يعني احنا بنعمل عشان يعني الفترة دي، للي مش عارفيني انا اساسا بشتغل مرشدة سياحية، بس للي مش عارفيني بقول لهم ان انا دايما بحب ازود معلوماتي واعمل ابديتنج للمعلومات من وقت للتاني. فالنهارده انتهزت فرصه ان في تور معمول حلو قوي، الميتنج بوينت بتاعته من عند الازهر بارك، وياخدنا بس يعرفنا على اماكن اللي هي في القاهره الاسلاميه، اماكن اسلاميه اثريه جميله جدا. احنا طبعا احنا درسنا كل الكلام ده، بس لما بتكون درسته غير لما بتشوفه على أرض الواقع. احنا بنشوفها مرة واثنين وثلاثة، بس الصراحة يعني الآثار الإسلامية والتاريخ الإسلامي هو شوية صعب، فعشان كده دايما بنحب نعيد ونزيد فيه. طبعا شايفين الجمال اللي احنا فيه ده، شايفين طبعا هناك القلعة. القلعة مش قلعة محمد علي، لازم نصحح الخطأ ده. ده اولا، دي مش القلعه نفسها، ده مسجد محمد علي اللي هو موجود جوه القلعه، قلعه صلاح الدين الايوبي. المكان ده اصلا من اجمل الاماكن اللي موجوده في القاهره. ده يعتبر فيه تلات عصور، يعني من بدايه العصر الايوبي، لان صلاح الدين الايوبي هو اللي كان عنده الفكره ان هو يبني الحصن بتاعه هناك، عشان كان فيه هجوم من ناحية الصليبيين، فهو فكر ان هو يبني الحصن بتاعه في منطقة القلعة، وكان بيختار اعلى مكان في الجبل. وبعدين بعد الدولة الايوبية جت دولة المماليك وحكمت برضو واستخدمت المنطقة دهيت. وبعد كده اسرة محمد علي، زي ما احنا شايفين ده مسجد محمد علي. مسجد محمد علي ده اتبنى سنة 1830، واحنا شايفين المآذن بتاعته اهي. طبعا هو اوريدي عشان مبني على جبل، فتعتبر المآذن بتاعته من اعلى المآذن اللي موجوده في القاهره. المسجد ده اسمه الالاباستر موسك، او المسجد اللي مصنوع من الالاباستر، لان النص التاني كله معمول من الالاباستر، وطبعا النص اللي فوق معمول عادي من الحجر الجيري، زائد الزخارف اللي كانوا بيعملوها، وكانوا بيغطوا القباب اللي احنا شايفينها دي بالرصاص علشان يعمل عازل ما بين الحرارة الخارجية وما بين الجو جوه المسجد. فكرة المأذنة طبعا احنا عارفينها، ليه كانوا بيعملوا مآذن؟ عشان المؤذن يطلع وينده للصلاة. وكمان على فكرة كان في العصور القديمة كان يستحسن ان المؤذن يكون كفيف، علشان هو ما يجرحش خصوصية اي بيت من البيوت اللي حوالين المسجد. بالنسبة للقباب نفسها، القباب اتعملت ليه؟ طبعا هو ما كانش في الوقت ده في ساوند سيستم ولا في مايكس ولا في الكلام ده، فكانت المأذنة الهدف منها ان هي تعمل صدى صوت جوه المسجد، على اساس ان هم دايما كانوا مشغولين بقراءة القرآن وتحفيظه والكلام ده كله. فلما يجي وقت الصلاة كان بيجي المبلغ، او اللي هو يعني الشيخ او الشيخ التاني، كان يبتدي ينده لإقامة الصلاة، فكانت القباب دي بتعمل صدى صوت، فبتنبه الناس اللي موجودين جوه المسجد وبره المسجد ان هم يستعدوا لقيام الصلاة. تابعوني النهاردة، الفلوج النهاردة مختلف تماما، يا رب يكون التصوير مسموح عشان من الوقت للتاني اعرف اصور واديكم شوية معلومات عن القاهرة الاسلامية النهاردة، القاهرة الفاطمية، اللي ان شاء الله برضو من وقت للتاني هديكم معلومات عنها. صباحكم زي الفل كلكم. خليني اكمل لكم، لان اصلا انا يعني مش قادرة
يعني اسيب الفرصة ان انا اصور الجمال ده. ده اللوكيشن من بعيد شوية. بص منظر النخل عامل ازاي والجمال عامل ازاي، مش ممكن. وانا جاية طبعا في وقت يعتبر بدري، فلسه ما فيش زحمة من الاصل خالص مع الميوزك اللي انت سمعناها دي، فحاجة بصراحة تحفة يعني. عايزة اكلمكم كمان لحد بس الناس ما تبتدي تتجمع، عايزة اكلمكم عن القاهرة. القاهرة هي اخر عواصم مصر، وعايزة اقول لكم ان هي فعلا اخر عاصمة، بس العاصمة الاولى الإسلامية لمصر كانت الفسطاط، والعاصمة الأولى لمصر يعني أصلا أول عاصمة اتعملت لمصر كان اسمها ممفيس. ممفيس دي موجودة في سقارة، كان اسمها الأصلي منف، وبعد كده لما جم الجريك رومان قعدوا في مصر، أو اللي هي الدولة الرومانية والإغريق والناس دول كلهم قعدوا في مصر، كانوا بيغيروا الـ الكلام على حسب البرونونس بتاعهم هم، فحولوها من منف لممفيس، لأنه دايما كانوا بيحطوا السي أو الإس في آخر كل كلمة هم بيعملوها أو بيقولوها، دي اللغة بتاعتهم يعني. فالقاهرة أسسها الفاطميين، متهيألي معلومات دي عامة خدناها كلنا قبل كده، اللي هو جوهر الصقلي. وعشان تكونوا عارفين الفاطميين هم نشأوا من المغرب، من الأصل من المغرب، وبعد كده انتشروا وجم في مصر، وكان الخليفة المعز لدين الله الفاطمي كان جاي لمصر وبيخطط ان هو يجي مصر، فبعت بعثات لمصر قبل هو ما يجي. اخدت حوالي 4 سنين لبناء السور وبناء المقابر والقصور الخاصة بالفاطميين. وبالفعل بعد 4 سنين جه الحاكم، جه المعز لدين الله الفاطمي هو والحاشية بتاعته وجنوده، حتى العظام والرفات بتاعت عائلته جابها معاه ودفنها في مقابر الزعفران اللي هي دلوقتي خان الخليلي اللي موجود في القاهرة. تمام، فدي القاهرة. وفي قصص حلوة جدا تخص القاهرة، وفي قصص يعني قريبة من الطرائف، ان كانوا الفاطميين يعني بياخدوا باللي هو مجال التنجيم كتير قوي في الوقت ده، وكانوا دايما بيستشيروهم، ويمكن كانت مشورة المنجمين عندهم والفلكيين أعلى من مشورة الخليفة نفسه. فلما كانوا بيبنوا السور كان المفروض في نجم معين هيظهر عشان يخلصوا يعني البنايات بتاعتهم. تمام، فهم بنوا الأسس بتاعت السور، سور القاهرة، وربطوا الأعمدة كلها بحبل، ووصلوا الحبل الكبير ده، طبعا سور كان كبير جدا وضخم جدا، بجرس، وقالوا أول ما هيظهر النجم اللي هم منتظرينه، نجم الفقل اللي هم منتظرينه، هيبتدي حد يضرب الجرس ده، فكلهم يقوموا بقية السور في وقت واحد. طبعا الموضوع ده كان اتأخر عليهم جدا، ويقال من الطرائف اللي حصلت، هو احنا مش عارفين طبعا دي حقيقة ولا، من الطرائف اللي حصلت ان هم يعني من كتر ما هم كانوا منتظرين النجم وما ظهرش، فهم كانوا يعني شوية كسلوا شوية يعني عن البنايات، فكانوا برضو قاعدين وايه ومنتظرين بس الإشارة عشان يكملوا بناء السور. حصل ايه بقى؟ حصل ان في طائر كبير جدا جه وقف على الجرس، وطبعا الجرس رن، فهم بنوا السور وهم فاكرين النجم اللي هم كانوا منتظرينه ظهر، وهو ما كانش ظهر ولا حاجة. ويقال ان النجم نفسه ده كان نجم، يعني ظهر نجم تاني خالص غير اللي هم كانوا منتظرينه. الفاطميين كانوا جايين لمصر بمذهب جديد، ومذهب الشيعي، والمصريين كانوا اهل سنة، فكانوا جايين يعني على استحياء شوية ان هما داخلين مصر بمذهب مختلف، بس ما كانوش عايزين يعملوا عداوة بينهم وبين المصريين. وبالفعل المصريين استقبلوهم وتعاملوا معاهم وتأثروا بيهم وبثقافتهم كتير جدا جدا. كان في عدة أبواب للقاهرة، وكانت القاهرة منطقة المعز دي كانت هي خاصة، منطقة المعز كانت خاصة ببنايات الفاطميين والقصور بتاعتهم اللي هي دلوقتي بنقول عليها شارع المعز. فكانت في أبواب
كتيرة يعني من الأبواب الرسمية اللي كان بيخرج منها الخليفة كان باب زويلة. الخليفة كان بيخرج منه بعد صلاة الجمعة، وكان بيوزع على المصريين الحلوى وشرائح الذهب على أساس إن هو يطمن المصريين إن هم مش جايين يعادوهم أو جايين يعملوا مشاكل معاهم. المصريين هم مش تحولوا إلى المذهب الجديد، لكن هم كانوا بيتأثروا، المصريين ودودين جدا يعني تأثروا بطريقة الممارسات. كمل معاكم ده الطفطف اللي هياخدنا للتور نفسه، هحاول اكمل معاكم. استأذنت ان انا هحاول اخد لقطات كده واشرح ان شاء الله، فلسه الناس كلها ما اتجمعتش، فبإذن الله من وقت للتاني هنعمل فيديوهات وهنحب مصر جدا اكتر ما احنا بنحبها، عشان المنظر مش ممكن روعة زي ما انتوا شايفين. وبصوا الجو عامل ازاي، اصلا شايفين الجو تحفة ازاي. هسيبكم بقى على ما الناس ما تتجمع وبعدين نكمل شرح، هعرفكم على اماكن اول مرة تسمعوا عنها وتعرفوها، واماكن اوريدي هي مفروض مشهورة جدا، لان في اماكن منها مع اوريدي محطوطة في العملات بتاعتنا. فانا هعمل كده شوية يعني هايلايتس كده عن اهم حاجات موجودة شايفينها قدام عينينا ونعرفش دي قصتها ايه واصلها ايه. يلا تابعوني وكملوا الفيديو للاخر. احنا المنطقة اللي احنا هنزورها النهاردة هي الدرب الاحمر. هديكم فكرة عن اسم الدرب الاحمر، هو جه منين. الدرب الاحمر بيقولوا في كذا قصة حوالين اسم الدرب الاحمر. يقال ان هو دماء المماليك اللي سالت ساعة مذبحة القلعة ايام محمد علي. يقال ان هي كان بيسكنها ناس من الروم وكان وشهم محمر شوية، عشان كده سموها الدرب الاحمر. وفاينالي بيقولوا ان كانت في مجموعة من الناس بيشتغلوا في نقل الطوب. الطوب ده كان بيسيب الرماد الاحمر بتاعه، فعشان كده سموا المكان ده الدرب الاحمر. احنا دلوقتي خلاص بدأنا في منطقة دي كانت مقابر ولا تالق. احنا دلوقتي يا دوب بنطلع بعد المساحه اللي احنا قطعناها دي كلها، احنا لسه بنطلع من الحديقه دلوقتي حالا زي ما احنا شايفين. هقول لكم بسرعه الاسماء واحنا ماشيين عشان احنا راجعين نركز فيه. اوكي. دوت اسمه قبه طرباي الشريفي ورباط الزمر. دي تاني كده يا استاذه مريم، قبه طرباي الشريفي. احنا جينا قبل كده قبه طرباي الشريفي. طب ماشي، هتبقى الصوره اوضح دلوقتي. احنا هنا قريبين، دي مقابر باب الوزير صح؟ اللي ورانا كانت مقابر باب الوزير، دي قبة طرباي الشريفي. تمام. بنكمل، شوفوا البيوت قديمة قد ايه. دي مفتوحة للزيارة يا استاذة مريم؟ للزيارة تعالى. باب الوزير يا جماعة، الناس المصريين اللي عندي عارفين باب الوزير وفيلم باب الوزير لعادل إمام. احنا جينا خير بيك قبل كده. مجموعة خير بيك. الجامع الأزرق زابلو موسك، ده الجامع الأزرق لأنه معمول
لان هو الحيطان جوه معموله من الخزف الازرق فعلا. المنطقة طبعا شعبية جدا، معروفة كمان بشغل الخيامية. شغل الخيامية ده يا جماعة اللي هي المفارش والحاجات اللي بنستخدموها في السرادق، في السرادق اللي هي موجودة في السرادق، عارفينها كلنا، موجودة أصلا في دول عربية كتيرة، مش موجودة في مصر بس. الخيامية دي جت من إيه؟ لما كانوا الفاطميين أو أيا كان يعني جنسية اللي كانوا بيحكموا مصر، كانوا بيرمموا الأماكن الدينية، كانت العمال نفسهم كانوا مصريين. مصريين بمعنى إن كان في اليهودي وكان في المسيحي وكان في المسلم، وكل واحد فيهم بعد ما بيخلص شغله كان بيبقى مصر إن هو يحط العلامة الدينية بتاعته، زي مثلا الصليب أو النجمة أو اللي هي الأشكال اللي فيها ورود ونباتات وأشكالها هندسية. وبعد كده بدأوا يدخلوا العلامات دي في بعض، وفي الآخر دخلوا كمان العلامات المصرية زي زهرة اللوتس وأشعة الشمس، ونتجت لنا في الآخر شغل الخيامية المتعارف عليه. لو دققنا في الشغل ده هنلاقي فعلا نفس العلامات اللي أنا بقول لكم عليها، ممكن تلاقي زهرة اللوتس، ممكن تلاقي أشعة الشمس، ممكن تلاقي النجمة، ممكن تلاقي الصليب، ممكن تلاقي الأشكال الهندسية. كل دي هي الفن المصري اللي كانوا العمال بيحطوه بعد ما بيخلصوا شغلهم بالظبط. طبعا كانت مصر كلها يونت واحد، كوميونيتي واحد. والدليل على كده ان احنا لما كان بيدخل عندنا اي ناس من اي بلد كانوا بيقعدوا فتره طويله جدا في مصر، وما كانوش بيتعاملوا معامله مثلا المحتلين او حاجه زي كده، كان بيحصل الفه بينهم وبين المصريين as usual. يعني كالعاده المصريين فعلا ناس ودودين جدا جدا. طبعا انا بكلم الفولورز اللي عندي، انا عارفه ان في ناس مش مصريين كتير، في ناس يعني مغرب ومن الجزائر ومن تونس ومن الاماكن دي كلها، واعتقد ان هم عندهم برضو جزء من التاريخ ده، لاني قلت لكم قبل كده ان الفاطميين من الاصل جايين من شمال افريقيا من بلاد المغرب، فاعتقد ان في برضو ميكس بيننا وبينهم في حاجه زي كده. طبعا يشرفني وينوروني مصر ان شاء الله، وهيشوفوا اماكن جميله جدا بتربط البلاد كلها ببعضها. ما اما خلص العلقه دي بسم الله اهو. ده فيو لحديقه الازهر اهو من البرج المراقبه اللي هو اسمه برج الدرب المحروقي، برج مراقبه. يعني ده مكان اثري برضو، ما افتكرش ان ناس عارفاه. ده المسرح بتاع حديقة الازهر اهو، وده الفيو لحديقة الازهر من بعيد بس كده. انا عن نفسي ما كنتش اعرف ان الازهر فيها مكان اثري زي برج المراقبة ده، ما كنتش عارفة، لكن هما النهاردة شرحوا لنا قالوا ان هما بيعملوا الحديقة نفسها، اكتشفوا ان في سور ايوبي في حديقة الازهر فترمم. مكان حديقة الازهر اصلا ده كان عبارة عن مخلفات اتجمعت لاكثر من 500 سنة، وجم بدأوا ينظفوا ويرمموا ويعملوا الحاجات دي من سنة 2005. اوكي تاني اهو، زي ما قلت لكم ان في فعلا منطقه اثريه في حديقه الازهر، مش كل الزوار بيوصلوا لها بيعرفوها. ده اسمه باب البرقيه زي ما احنا شايفين. تمام. تخيلينا ارتفاع السور قد ايه؟ يعني لو كان دوت مثلا القبو اللي فوق احنا فوق ده
مغامرة كمان. مغامرة تانية ايه؟ صح ولا لا؟ اها يا لهوي هو محتاج شد. طب شديهم بقى شديهم اللي خلاني يشد عارف هو الكرش ده بسيطه بسيطه عندنا كلنا. احنا في حته اسمها المثلث دلوقتي في حديقة الأزهر برضو. أنا بس ببقى عايزة أقول لكم إن الناس اللي بتروح في حديقة الأزهر تقعد في الجناين غير لما تروح عشان تاخد جرعة ثقافية منها. شايفين مفيش حد. أنا عن نفسي ما كنتش أعرف إن في التور بتنتهي جوه الحديقة. زي ما بتنتهي جوه الحديقة بتنتهي جوه الحديقة. أوكي نروح نسمع بقى ده عبارة عن ايه. تمام. دوت كانت برضو تحت تلال الدراسة وكانت زبالة وكل حاجة. احنا اكتشفنا المكان ده هو مش مثلث عشان نكون عارفين، هو بس شكل المثلث فاحنا اطلقنا عليه مثلث اثري. ليه؟ لان هو يحتوي على ثلاث حاجات اثرية. يعني احنا دلوقتي عندنا ايه؟ ده سور الايه؟ سور الايوبي. تمام. ده سور جوهر الصقلي. تمام. بقايا يعني منه. تمام. بقايا سور بدر الدين الجمالي. طبعا ده اسمه طوب اللبن. هو مختلف شويه عن الحجر. هو يعتبر برده مش بقايا سور بس، يعني في بقايا بيوت. تمام. عرفنا ازاي؟ عرفنا من النافوره او بقايا البيت نفسه، كان في نافوره هنا قدام. كمان اكتشفنا حاجه تاني. احنا لو حضراتكم ركزوا كده اهوت، احنا لو كملنا بقيه الحفر بتاعنا احنا ممكن ندخل في النفق بتاع الأزهر. تونل كده صح؟ اه. فاحنا طبعا ما كملناش، احنا وقفنا بس الترميمات والحفر لغايه هنا بس. تعالى لو حضرتك ركزتي هتلاقي لا مشيتي اوريدي بعد هوقف الاوتوبيسات صح، بقيت السور بيبان من هناك دلوقتي. دلوقتي في نفق مش هينفع ان احنا نكمل وهو يعتبر خلاص. تمام. كمان اكتشفوا حاجه تاني، لقوا في جثث هياكل عظمية كانت مردومة على بعضها، طلعت ان وكان عليها حجر جير او يعني الجير نفسه. اكتشفوا ان دوت كانت ايام الطاعون الكوليرا، يعني مقبرة جماعية. مقبرة جماعية وكانوا بيطاقوا علشان وقالوا ان الدولة خدت الجثث ديت ودفنتها عادي في مقابر هنا في القاهرة. بس هو احنا بس عرفنا ان هو اسمه ايه؟ مثلث. وشكل الاثري مثلث اثري لانه يحتوي على كذا حاجة اثرية بقايا طبعا، فعشان كده اطلقنا عليه مثلث اثري. طب ليه ما تحطوش ليبل كده مثلا على كل حاجه عشان لو حد جاي لوحده؟ احنا اوريدي في بره زي لوح. تعبت. الجوله كانت سو اكزايتنج، كانت حلوه جدا 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 بس كانت مرهقه شويه ومتعبه شويه. يا رب تكونوا اتبسطتوا. دي مش اخر جوله، انا هعمل ان شاء الله جولات تانية قريب جدا. انا هعمل حاجه اكسكلوزيف كده ما عملتهاش في حياتي قبل كده، ان انا ان شاء الله هدخل الهرم الكبير، لاني رغم ان انا درس الكلام ده بس ما حصلش قبل كده واني دخلت الهرم الكبير، لاني انا اصلا فوبياتك. فان شاء الله الفيديو يعجبكم، لو عجبكم شيروه، وما تنسوش بقى اللي اول مره يدخل قناتي يعملي سبسكرايب، وهستنى الكومنتات بتاعتكم الجميله قوي. ولاف يو سو ماتش، وميرسي جدا على وقتكم، ميرسي ان انتم تابعتوني، وان شاء الله الى اللقاء في جولات اخرى باذن الله، ويومكم جميل زيكم. معلش لو الصوت مش واضح، افتكروا الصبح ان انا وريت لكم المسجد ده وقلت لكم ده مسجد محمد علي. تمام. اللي هو كان اتبنى سنه 1830. عندي قصاده الناحية التانية دي مسجد السلطان حسن والرفاعي. السلطان حسن والرفاعي، السلطان حسن ده مماليك
والرفاعي كانت بنته خشيار هانم اللي هي والدة الخديوي إسماعيل. السلطان حسن ده يا جماعة علامة من علامات الآثار الإسلامية في منتهى الجمال، يعني بصرف النظر على إن هو مهمل، بس احنا أملنا بقى في ربنا إن الحاجات دي تترمم ويتعاد تأهلها من تاني، لأن هي فعلا علامة من علامات الآثار، لدرجة إن رئيس الأسبق أوباما لما جه مصر كان زار حاجتين بس في مصر، زار مسجد السلطان الرفاعي اللي احنا شايفينه ده وزار الأهرامات. شايفين السلطان الرفاعي اللي هو السلطان حسن فين والرفاعي فين؟ موازين تقريبا للقلعة أو لجامع محمد علي. استمتعوا بالمكان، بالجمال، بالجو اللي احنا شايفينه ده باللون الأخضر الجميل. الحقيقة للأسف حديقة الأزهر أنا ما كنتش عارفة إن هي جميلة بالشكل ده، يعني كنا كل اللي كان بيجي حديقة الأزهر كان بس بيجي عشان مثلا يشوف الجناين من برة اللي هي قريبة من البوابة أصلا، أو مثلا أيام ما كان في سياحة كنا بنعمل غدا في مطعم استوديو مصر اللي موجود جوه الحديقة، لكن أنا ما كنتش عارفة إن ليها الأبعاد دي كلها وإنها بمنتهى الجمال. في كمان كيدز إيريا على فكرة وكبيرة قوي في الحديقة برضو، أنا ما كنتش عارفة الكلام ده. فيها كذا مطعم وفيها كمان مطاعم تيكاوي أو فاست فود، فأنا الحقيقة ما كنتش أعرف الكلام ده خالص. شايفين منظر السماء عامل ازاي يا جماعة؟ الحمد لله انا محظوظة النهاردة ان الجو حلو قوي والدنيا مش زحمة خالص، حالة من السلام. طبعا سامعين ام كلثوم كمان، فاللي هو حاجة اخر سلطنة يعني. خلص اليوم بس ما خلصتش جولاتي ابدا، وعمري جولاتنا في مصر ما هتخلص ابدا. خلص اليوم على المنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده في الازهر بارك والقاهرة الساحرة، ولسه ما خلصتش جولاتي. استنوني في جولات تانية. يا رب تكونوا اتبسطتوا من الفيديو بتاعي، اللي عجبوا الفيديو يشيروا، وما تنسوش بقى زي ما اتفقنا لايك وسبسكرايب، و مع بعض على طول ان شاء الله. مرسي جدا على وقتكم وطبيعتكم، وان شاء الله لقائي معاكم في مكان تاني قريب قوي هيكون بقى متعلق بعصر تاني للمصريين، زي مثلا عصر الفراعنة وبناء الاهرامات، وان شاء الله يكون في تفاعل بينا وبين بعضينا زي ما احنا متفقين على عهدنا بقى يا شباب، مع بعض على طول ان شاء الله بكل صدق وبكل شفافية. يلا ليلتكم سعيدة.